السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات مدرسة المنتزه الخاصة، أهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. معاكم من أسرة اللغة العربية ميس نورة سعيد. هقدم لكم النهاردة إن شاء الله درس علامات الاسم، وهنحل مع بعض تدريبات عليه، وهناخد كمان درس المثنى ونحل عليه. يلا بينا يا سنة رابعة نتعرف على ايه هي علامات الاسم. اول حاجة، عشان اميز الاسم عن الفعل عندي خمس علامات. اول علامة من علامات الاسم ان هو يبدأ بألف ولام، يبقى يبدأ بأل. تاني علامة من علامات الاسم هي التاء المربوطة، يبقى انا اميز الاسم عن الفعل ان الاسم بيقبل الالف واللام والاسم بينتهي بتاء مربوطة. الاسم كمان يا ولاد بيسبقه على أداة نداء اللي هي يا، اقول يا محمد يا احمد، ما ينفعش اقول يا يأكل يا يلعب. يبقى اتفقنا الاسم بيبدأ بألف ولام، الاسم بينتهي بتاء مربوطة، يسبقه أداة نداء، وكمان من علامات الاسم التنوين، يعني ملاقيش تنوين في فعل أبدا، وبيسبق الاسم حرف جر. يبقى تاني مع بعض، ايه هي العلامات اللي بتميز الاسم عن الفعل؟ يبدأ بألف ولام والتاء مربوطة والنداء والتنوين وحروف الجر. بيقول لي أكمل ما يأتي. الجبل شامخ، كلمة الجبل اسم لأنها بدأت بالألف واللام. شاهدت عصفورا، كلمة عصفورا دي اسم لأن فيها تنوين. كلمة أصحابي سبقتها نداء فتعتبر تبع الأسماء. كلمة الجميلة دي فيها حاجتين، دي فيها الألف واللام وفيها التاء مربوطة. كلمة برج، ايه ده قبلها ايه؟ لها حرف جر، تبقى اسم عشان سبقها حرف الجر. استيقظت اليوم مبكرا، مبكرا اسم لان فيها تنوين. يلا نشوف التدريب التاني مع بعض، يلا نكمل. بيقولي اكمل باسم مناسب واذكر علامته. نقط طعمه لذيذ، ممكن اقول ايه؟ الطعام طعمه لذيذ والعلامة هي الالف واللام. ذهبت الى نقط الحيوان، اكمل باسم مناسب كلمة حديقة الحيوان، علامته هي التاء مربوطة، والحاجة التانية ان سبقته حرف جر. وضعت الكتاب في نقط، وضعت الكتاب مثلا في الحقيبة، كلمة الحقيبة اسم عشان سبقها حرف جر، وعشان فيها ألف ولام، وعشان فيها تاء مربوطة. البيت نقط، الاسم المناسب أقول مثلا البيت مرتب، البيت نظيف، علامة الاسم هنا التنوين. نقط مفترس، أقول الأسد، علامته هي الألف واللام. يا نقط رتبي حجرتك، ممكن أقول يا آية اسم بنت، وبرضو علامته اللي هي التاء المربوطة. يا أمنية، يا جميلة، يا نظيفة. يلا بينا التدريب التاني مع بعض. بيقولي اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لما تحته خط. حضر الطلاب، وحطيت لي خط تحت كلمة الطلاب، وبيقولي دي مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ طبعا كلمة الطلاب دي جمع. بعدين بيقولي نام الطفل مبكرا، كلمة الطفل طبعا مفرد. الشجرتين مثمرتين، حطيتني خط تحت مثمرتين، وكلمة مثمرتين مثنى. كرم المدير المتفوقين، كلمة المدير ده واحد يبقى مفرد. اشتريت ثوبين جديدين، كلمة ثوبين مثنى. رأيت طائرين على الغصن، الغصن ده واحد مفرد طبعا. تدريب تاني بيقولي تخير الصواب مما بين القوسين. أنا، يبقى أنا ديت بستخدمها مع المفرد، فهقول أنا طبيب بارع. أستيقظ، المثال اللي بعد كده بيقولي استيقظ نقط من نومهما، يبقى استيقظ الولدان من نومهما. زرع نقط حقولهم، زرع طبعا كلمة حقولهم دي بتدل على جمع، فهقول الفلاحون. ساعدت نقط أمها، ساعدت البنت عشان هو قال أمها. طيب نحن نقط،
متعاونة ولا نحن متعاون ولا نحن متعاونون، عشان نحن بستخدمها مع المثنى والجمع. طالب مني اسم جمع نقط أذكياء، أقول الطلاب أو التلاميذ أذكياء. نقط ماهرتان الطالبتان ماهرتان. نقط بارعات المعلمات بارعات. نقط مورقة الشجرة مورقة. بالنسبة بقى للاسم المثنى، هي المثنى جاية من رقم اثنين. يسألني يعني ايه مثنى؟ هو اسم يدل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون على مفرده. يبقى تاني يعني ايه اسم مثنى؟ يعني اسم يدل على اثنين او اثنتين بزيادة الف ونون او ياء ونون على المفرد. طيب تعالوا نشوف الامثلة اللي موجودة. بيقول لي فن الجمل الاتية وغير ما يلزم. التلميذ مهذب. لما احولها للمثنى تبقى التلميذان مهذبان، زودت الف ونون على المفرد. هذا باب كبير، يبقى هذان بابان كبيران. هو عامل بارع، يبقى هما عاملان بارع. هو تلميذ مجتهد، يبقى هما تلميذان مجتهدان.